أخبار اليوم. بعضهم كعملاء وبعضهم كرقابة وبعضهم كمحامين وبعضهم كمستثمرين كان لازم ان احنا نشكرهم ونحاول ان احنا النهاردة نكرمهم. الحقيقة غادة والي، الدكتور أشرف الشرقاوي، والوزيرة داليا خرشد للتفضل للمشاركة في تسليم الجوائز. هذا هو أول مجلس إدارة الجمعية، تفضل أستاذ حسين. المهندس هاني توفيق الأمين العام، تفضل يتم الحصول. حسين معنا. حسين معنا يا فندم. شخصيات مؤثرة في تاريخ الجمعية: الأستاذ محمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية المصرية للأوراق المالية. معنا يا فندم. الأستاذ محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية. المرحوم علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس أول رئيس لمصر المخصصة الحقيقة، وتتسلم الجائزة. أنا مش عارفة هتتسلم حضرتك سيادة الوزير، يتسلم الجائزة نيابة عنه الدكتور خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق. تفضل يا فندم. حسين رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتعمير والتمويل العقاري، وهو احد اعضاء ايضا لمجلس اداره الجمعيه المصريه. الدكتور زياد بهاء الدين فليتفضل. الدكتور أشرف الشرقاوي. الدكتور أشرف الشرقاوي. الو